يعني قد ايه كلنا متأثرين. ويعني انا فعلا بشكر المهرجان على انه بيعيد إذاعة الفيلم النهارده، لان ناس كتير ما شافوش الفيلم، واكيد نجلاء بدر برضو بتشوفه اول مره اشوفه. على فكره انا كنت حابه طبعا اجيه، واول ما عرفت ان الفيلم كمان اعاد ترميمه، ودي حاجه انا مبسوطه لان في افلام كتيره قوي محتاجين اعاده ترميمها. انا عارفه انها مكلفه، بس بجد في افلام لازم تعاد ترميمها. فلما عرفت فرصه، لان ما كنت شفته قبل كده وكنت فاقده الامل اني هشوف، بس الفيلم وجعني باين عليك. انا حسيتك ان زاويتي واكتئبتي ورحتي واخده جنب كده. مش عشان الفيلم كئيب، ده الفيلم بينقل الواقع، بس هو علشان الواقع ما اتغيرش. يعني انت شفتي ان بعد كل السنين دي كلها، يعني سنه 2000 بداوا اشتغلوا فيه 20 اسبوع بيتصور، اتعرض 2002. ايوه، احنا بنتكلم في الموضوع ده النهارده. لا، والفيلم اساسا بيحكي 1948. فانت لما تشوفي ان الفيلم بيحكي قصه 1948 وهي نفس القصه دلوقتي سنه 2023، مفيش حاجه اتغيرت، هي نفس المخطط ونفس الفكره ونفس التاثير. احنا في نفس الحدث من سنه 48 يا جماعه، هو ده اللي وجعني، هو مفيش حاجه اتغيرت. وحاسه ان الفيلم جديد، يعني الفيلم ده لو ما اتقالش ان اتعرض 2002 ما تحسيش حتى مثلا اي حاجه مختلفه، يعني مفيش اي حاجه، حتى في يعني في التصرفات، حتى في الاطفال. أيوة، حتى في الاباده الشباب، في الشباب. على فكره الحاجه الوحيده المختلفه في الفيلم ده لبسهم، فهمتي حاجه؟ ان اللبس اختلف، لكن هي نفس الاحداث. الفيلم بيتعرض النهارده، هو بيصور لي اللي بيحصل دلوقتي في فلسطين، دلوقتي في اللحظه اللي احنا فيها سنه 2023 من سنه 48. بس اللي خرجت منه ان من سنه 48 لسنه 2023 فلسطين لم تستسلم. من سنه 48 يعني فاهمه الجهاد بقى يموت فدائي ويطلع فدائي، لغاية سنة من 48 لغاية سنة 23 ما عرفوش ياخدوا فلسطين، ما عرفوش يحتلوا فلسطين. لسه مش هيسيبوها برضو. ما انا عارف. فالشعب ده يتحكي فيه حكايات، يتحكي فيه حكايات. ده شعب الناس اللي استاذ يوسف نصر الله ممكن يكون بيحكي عن ناس ماتوا من زمان، بس ولدوا وخلفوا وورثوا قصة كفاح. برغم ان الفيلم 5 ساعات، لكن الناس كلها عندها شغف انها تقعد ال5 ساعات تتفرج على الفيلم. انا الحاجه الوحيده انا عايزه اتفرج على الفيلم، مش عارف نهايته ايه. ايه النهايه اللي شافها استاذ يوسف نصر الله للقصه دي؟ عايز اعرف النهايه، هو شافها ازاي؟ اكيد هتبقى نهايه مفتوحه، او نهايه يعني مفتوحة. هنبدا من الاول زي ما بيقول. بس برضه. هل في نهايه فيها امل، ولا هو شافها ازاي؟ ما برضه هو حقه ان هو يحط التخيل. انا ما اعرفش هو عامل النهايه، انا اول مره اشوف الفيلم، بس عايز اعرف هو سابها ازاي في الاخر. انا واثقه انها هتكون نهايه مفتوحه، بس برضه من انهي وجهه نظر؟ ان لسه في امل ولسه في واكيد، لان هو ده اللي حصل على ارض الواقع. يعني أنا بقول إن وجود المهرجان كان مهم، إن يتعمل دورة فعلا استثنائية ودورة عن فلسطين، وخلي الناس تشوف الأعمال الفنية. أولا أنا كنت رافضة فكرة لغي المهرجان إطلاقا. يعني المهرجانات ما هيش احتفالية، المهرجانات هي دورات ثقافية وفنية ورسالة بتوصل من خلاله. بالعكس، كل أفلام مهرجانات أفلام تقيلة، ما هياش أفلام تجارية أو كوميرشال زي ما بنقول. فبالعكس المهرجانات فيها رسائل كتيرة قوي، وياما تم استخدامها كتير جدا من خلال القضايا والمناقشات، المواضيع المهمة، وفتح ملفات الحاجات اللي بتأثر في الشعب. في العكس، أنا شايفة أن وجود المهرجان مهم، وسعيدة جدا 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 بترميم هذا العمل، وخصوصا الدورة دي اللي بتناقش القضية الفلسطينية بشكل فني. أنا مش عايزة أعرف أخبار سياسية، كلنا عارفين أخبار، بس بنشوف جانب آخر، لأن أخبار السياسية ما بتجيبلكيش البني آدم بقى كان عامل إزاي. هي بتكلمك عن السياسة، طب والمواطن الإنسانية بقى، الإنسانية. الحتة اللي ما بنشوفهاش، مش بنشوفهاش دلوقتي. يمكن بتشوفي مقتطفات كده على فيسبوك أو، لكن دي قصة بقى البني آدمين اللي عاشوا الأحداث دي، وده دور الفن ودور السينما. بالظبط بالظبط، يعني هو ده الدور الأساسي، والقوة الناعمة اللي بتقدمها من خلال الأفلام.
كنت تتمني ان انت تكوني واحده من الممثلين اللي بس هم عايشوا مشقه صعبه قوي.